السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم مجددا في قناتي، قناه بنت النيل، مطبخ بنت النيل في كندا. حلقتنا النهارده حلقه مقرفه شويه، بس في ناس مش بتعرف ايه الطريقه المثلى لتنظيف الليتر بوكس بتاع القطط. انا النهارده عندي 2 ليتر بوكس، كل واحد يعني كل واحد على حسب اللي عنده، بس انا بحب اجيب 2، ما بحبش اجيب واحد لسبب ما، لان بنضف يعني بدلق واحد في التاني، ودي اسهل طريقة يعني انا اكتشفتها يعني اخترعتها. الناس كلها عادة بتجيب السكوب ده وبتنقي الفضلات بتاعت القطة بالطريقة دي، تمام، وبعدين بيرموه في الباسكت او الواتفر يعني. اوكي، الطريقة دي كويسة لما يكون الفضلات اللي هي دي البراز، لكن لما يكون الفضلات المية بتكلكع زي ما احنا شايفين وبتلزق في الليتر بوكس، يا اما على الجنب يا اما، فاحيانا لما بتيجوا تشيلوا بالسكوب بتتوسخ وبتشيل معاها فتافيت، فالفتافيت بتنزل جوه الرمل تاني. فانتوا لو عايزين تحتفظوا بالرمل تاني، لو شايفين انه كتير وينفع يعني يستهلك كذا مرة، يبقى الطريقة اللي انا هوريها لكم هي يعني احسن وافضل طريقة. احنا شلنا اللي هو الجاف ده وهنرميه في الباسكت، وبيبقى يعني مجهزة باسكت جنبي فيها اكياس عشان نرمي فيها على طول. مش قلتلكوا حلقة مقرفة النهاردة؟ طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده هجيب الليتر بوكس المليان ده، ويبقى عندي الفاضي، وهدلق على السكوب بالطريقة دي. وهفضل ادلق، وكل ما ادلق اروح جايبة السكوب وايه مصفياه. شوفوا اتكون عندي ايه، اتفضى الحته اللي هي الكتله الناشفه دي، شايفين اتصفت اهي في الليتر بوكس دي اتبقت اهي. لو حاولنا ان احنا نعملها بالسكوب بتعمل فتافيت ويعني بتكلكع وبتنزل تاني فتافيت في الرمل النظيف، فبالتالي احنا كده كاننا ما عملناش حاجه، يبقى كان يحبذ ان احنا نرمي الرمل كله. ولكن بالطريقة دي اللي احنا بنصفي دي افضل طريقة وانسب طريقة لتوفير الرمل، وفي نفس الوقت بتبقى الليتر بوكس بتاع القطة نظيف. وبعد كده بنشيل الوساخة اللي هنا في الليتر بوكس وبغسله، انا بحب اغسله، او ممكن تمسحوه يعني في ناس ممكن تمسح بوايبس، اوكي مفيش مشكلة بالشكل ده. وعلى الباسكت بتاعكم يا حلوين وارموا. شايفين اسهل طريقة واحسن طريقة، اولا ما بتستهلكش رمل كتير، بتحتفظ بالرمل، وثانيا بتبقى نظيفة، يعني حتى الرمل اللي بتحطوه بيفضل نظيف. شايفين انا بجيب الصندوق ده اللي هو 18 كيلو. الصندوق ده بيقعد معايا فترة كبيرة قوي من بعد ما فكرت في الطريقة دي، لان في الاول ما كنتش بعمل الطريقه دي، كنت بعمل الطريقه الاعتياديه اللي الناس كلها بتعملها، بجيب السكوب وبدلق وبنقي منه الفضلات وبرميها، فما كانتش طريقة مثلى، كان بيتوسخ الرمل بيفضل فيه فتافيت وحاجات يعني مش نظيفة، فبضطر ان انا ارمي الرمل كله. لكن بالطريقة دي وفرت لي جامد قوي، بقى يقعد معايا كذا شهر ال 18 كيلو. الاول ما كانش بيقعد يعني بالكتير شهرين ثلاثة ويخلص، دلوقتي بيقعد ما شاء الله فترة اكبر.
انا بصراحة ما حسبتهاش قد ايه بالظبط، بس ان شاء الله هحسبها واقول لكم. ويا رب ان الطريقة دي يعني تفيد اي حد، ولو حسيتوا ان الطريقة دي سهلة ومفيدة اتمنى ان انتم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا ليكم ولمتابعتكم. كان معاكم بنت النيل من مطبخ بنت النيل في كندا، والسلام عليكم.